نور اتصلت بيا، تعالى بسرعه ضروري على المدينه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام، دي مجموعه جرايم مدينة، دي تطعيمات بتجيب بارفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. لو انتوا شاطرين افتكروا المكان ده فين. طبعا ام نور اتصلت بيا، تعالى بسرعة ضروري علشان معاه تطعيم الكلاب الصغيرة. الكلاب الصغيرة اللي هي الكلاب المالينو اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام، دي مجموعة جراو مالينو، بسم الله ما شاء الله عليها. تمام، طبعا في ادي هنا اثنين وادي هنا اربعة. تمام، دول ولاد ميلو. ولاد ميلو احنا جوزناه لكلبتين ايما وهيرة. تمام، اسفين الدوشة بتاعتهم، جوزناه لكلبتين ايما وهيرة. النهارده عدوا 30 يوم، 30 يوم يعني تطعيم الثنائي، وزي ما عودتكم ان تطعيم الثنائي ده يعتبر اهم تطعيم في التطعيمات بالنسبة للكلاب. اهم تطعيم ان انت بتحدث بيه حياة الكلب من اول 30 يوم، يعني بتبدأ كده ان انت زي اللي بتبني جدار حماية للكلب من عمر 30 يوم. طبعا عرفتكم كمان ان احنا بنبدأ بالزبادي من عمر ساعة، يعني بعد الولادة مباشرة، الكلبة تخلص ولادة تساعد مع جرواب الزبادي، وده الحمد لله في الفترة الأخيرة وفر علينا كتير موت جراو كتير، يعني في جراو كتير ما كانتش بتموت بسبب موضوع الزبادي ده. وصلنا دلوقتي لعمر 30 يوم، هنبدا ان احنا نطعم الثنائي. طبعا احنا جايبين معانا مجموعه التطعيمات، تمام، انا جايبهم من المزرعه اهو، تمام، ومعايا السرنجه ومعايا كل حاجه. الثنائي اهو يا جماعه بيكون لونه بني، تمام، والميه بتاعته اللي هي اللون الاحمر، تمام، اهو ادي الميه بتاعته وادي البودره اللي هي البني. طبعا احنا بنشتغل بالتطعيم ده، التطعيم ده انا جربته جاب معايا نتيجه كويسه جدا، اسمه نوفي باك ام اس دي. تمام، طبعا جاب معايا نتيجه كويسه جدا في الجراو كمان اللي واقفه عندي في المزرعه، الجراو اللي كبرت واخدين التطعيمات دي بسم الله ما شاء الله 100 100 معاهم، مفيش اي مضاعفات، مفيش اي مشاكل صحيه. في تطعيمات بتجيب بارفو، وفي تطعيمات ملهاش اي داعي للكلب، يعني ما بتاثرش مع الكلب في حاجه، وبتلاقيها ان هي ما خد، مش عباره عن تحصين ان الكلب خده والكلب كده اتحصن. وفي تطعيم على فكره ممكن تدي لكلبك تطعيم يجيله بارفو، وده بيكون بناء ان التطعيم اللي انت مديله قوي جدا عليه، وكمان بيكون الكلب محتضن البارفو ده او محتضن الفيروس ده في جسمه ومش باين عليه. فعشان انت تدي تطعيم للكلب بتاعك لازم تتاكد ان الحاله الصحيه 100%، لازم تقيس درجه الحراره للكلب وتكون مظبوطه، ولازم تتاكد ان كلبك مفيش اسهال، مفيش رشح، مفيش كحه، مفيش برد، مفيش الحاجات دي. والا بقى لو انت اديت تطعيم في الحالات دي يبقى انت كده بتقضي على الجرو بتاعك. احنا شايفين الجرو بسم الله ما شاء الله، هنبدا دلوقتي ان احنا نطعمه. تمام، احنا معانا طبعا التطعيمات، عايزين نصفي الميه دي، بس نصفي الميه دي. معانا طبعا التطعيمات، هنبدا دلوقتي نسحب الميه نفضيها على البودره. تمام، ونطعم مجموعه الجراوي اهو. طبعا ادي الميه، دي ميه بتبقى ميه بتاعت التطعيم اهي، بنفضيها على الازازه اللي فيها البودره. البودره دي عباره عن بودره بيضاء، تعتبر بودره مجمده كده. تمام اهي، بنفضيها عليها. احنا معانا ست جراوي بست تطعيمات، عدوا 30 يوم. تمام، هنطعم ده التطعيم الاولي، اول تطعيم الجرو بياخده. تمام، تعرفي تحلي لي دول؟ هاتي كده، هاتي الميه، خد، هاتي اللي بعده، ادي كده معايا تطعيم اهو. تمام، ادي يا جماعه التطعيمات، لازم نحل كده بالراحه ونسحب الميه كلها من الانبول بتاع التطعيم ونفضي على البودره اهو. وهنبدا ان احنا ندي اهو، ادي واحد تاني، يبقى دي كده اتنين. تمام، خليكم معانا بقى بعد ما نحل التطعيمات دي هنيجي نتابع مع بعض تاني. طبعا يا جماعه ادي هنا اهو، احنا عملنا ست تطعيمات. تمام، ست تطعيمات اهوت، بس احنا وقفنا عشان ما نطولش عليكم مده الفيديو. تمام، كل اللي عليك ان انت بتلخبط الميه على البودره. تمام، يلا بينا بقى ندي للكلاب، خليكم معانا عشان ندي للست كلاب ونشوف الناتج ايه.
يا جماعه خلصنا مجموعه الجراوة اهي تمام، فتحنا لهم بقى تاني. فكره ان احنا نحبس جرو جرو طبعا عشان ما نتلخبطش في التفاعيل. ايه ماشي يا عم تواوا عليا. طبعا فكره ان احنا نحبس جرو جرو عشان ما نتلخبطش في التفاعيل تمام. ايه طبعا شقيين جدا ولاد ميلو بيكون دمهم حامي، طبعا بيكون دمهم حامي جدا. بسم الله ما شاء الله حالتهم الصحيه زي ما احنا شايفين تمام. ادي شكل الجراوي اهي تمام، ادي شكل الجراوي المالينو تمام. بسم الله ما شاء الله عليهم. ادي طبعا يا جماعه شكل الجراوي، شوفوا عامل ازاي اهي. طبعا بسم الله ما شاء الله شكلهم جميل جدا، دمهم طبعا دولت يعتبروا من دم راندي وشفره وغبش والكلاب دي. ادي بسم الله ما شاء الله طبعا الدم الحامي كمان يعني بيعضوا بطريقه رهيبه جدا. دول بقى بسم الله ما شاء الله كعدد ولاد اكتر من عدد بنات كمان. عايز يعض. طبعا ده كان اول تطعيم، تطعيم الثنائي وده اهم تطعيم. بعد كده بنوصل لعمر 45 يوم بنخش على الخماسي، 65 يوم بنخش على السباعي. بالطريقه دي هتعرف تطلع جرو كويس، هتطلع جرو صحته كويسه، واللي هياخد منك جرو هيقول لك روح ربنا يبارك لك. تحياتي لكم جميعا، مليون مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.